بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، حديث عظيم أيها الكرام والفضلاء يوضح لنا أن نقصر الأمل في هذه الدنيا وأن نكثر من العمل وأن نبادر الآجال بالأعمال، فعلينا بالأعمال وألا نتعلق بالآمال، فالآمال طويلة والآجال دونها قصيرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الغليم المعلم من السابقين الأولين في الإسلام، أبي عبد الرحمن الهذلي الذي أخذ بهذا الحديث وعمل به، فكان في هذه الدنيا ساقه في الميزان أثقل من أحد في الآخرة. صعد يوما والرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، لما نزلوا بمنطقة الجموم، وإذا بابن مسعود يذهب ليريد أن يأخذ عود أراكل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع تلك الشجرة فأتت الريح فكفأته فانكشفت ساقه، فضحك الصحابة لدقتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تضحكون من دقة ساقيه؟ قالوا نعم. قال: والذي نفسي بيده إنها في الميزان أثقل من أحد. الله أكبر. هذا الغليم المعلم الأمين يروي هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه، قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. وتابع معي أخي المستمع الكريم، وخط خطا مربعا أربعة أضلاع مغلقة، وخط خطا من في الوسط خارجا منه. يلا أخذ من وسط هذا المربع خط يخرج من هذا المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. يلا يجعل خطوط صغيرة على جانبي هذا الخط اللي خارج من المربع في داخل هذا المربع. النبي الآن انتهى من هذا الرسم التوضيحي، هذا يسموه في علم الوسائل التعليمية وسائل الإيضاح، ويسموه في علم التنمية البشرية التفكير البصري في السنة النبوية، لأن الناس أنماط، هناك من هو بصري وهناك من هو سمعي وهناك من هو حركي. النبي الآن انتهى من هذا الرسم التوضيحي والصحابة ينظرون، فقال: هذا الإنسان، المربع هذا كله هذا الإنسان، وأجله محيط به، وهذا أجله محيط به، هو المربع هذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج منه هذا الخط هذا الأمل، الإنسان أجله وعمره صغير وأمله طويل. سبحان الله، الطفل الصبي عنده أمل أن يكبر ويتوظف ويتزوج ويشتري سيارة ويركب طيارة ويشتري دارا ويبني عقارا ويكون عنده الملايين وعنده الأموال الطائلة. سبحان الله. والرجل وصل عمره إلى 60 وعنده أمل أن يعيش أخرى 60 وأن يتزوج صبية صغيرة وأن يكون له من البنات ومن البنين. وتأتي إلى الشاب عنده أمل بعيد أن يسافر وأن يغادر وأن يبني وأن يملك وهكذا. انظروا، الإنسان أجله صغير وأمله طويل. سبحان الله العظيم. فما أبلغ يعني، سبحان الله أيها الكرام الفضلاء، هذا الحديث، وما أجمل ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام فيه مثل لمثل هذه الأشياء. قال: وهذه الخطوط الصغيرة، هذه الخطوط الصغار، هذه الأعراض، هذه أعراض الإنسان سبحان الله التي تمر به. يعني نضرب مثال، يعني إيش هذه الأعراض التي تمر به؟ يعني مثلا صدمته سيارة، هذا عرض، فنجا منها فبقى عنده أمل زائد للأمام. ثم بعد ذلك أصابه مرض فنجا منه، صدمته السيارة مرة ثانية فنجا منها، صدمة السيارة هذه الأعراض التي تمر بالإنسان. إذا أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، إن نجا من حادث السيارة جال المرض، إن نجا من المرض أصابه الفقر، إن نجا من الفقر أتاه
وعكة صحية، الناجة من الوعكة الصحية أتته خسارة في الأسهم. هذه هي الأعراض التي تمر بماذا؟ التي تمر بالإنسان. فهذا النبي طبعا هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب في الأمل وطوله، يعني النبي يحذر من الإنسان يطول بالأمل. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يحمل فيه إلى القبر. سبحان الله، كلام عجيب أيها الكرام الفضلاء. فهذا الذي يحدث الآن، وأحكي لكم قصة في ذلك. سبحان الله، بعض الناس سبحان الله، انظر إلى هذا. كنت إماما في مسجد في شارع صاري، وأتاني أهل المسجد قالوا: يا شيخ، عندنا أحد الشباب مات اليوم. قلت: كيف ذلك؟ قال: سبحان الله، هو يعمل فيما يسمى هذه استقالات، يعني يعمل مع في المقاولات. فسبحان الله، كان في الدور الثاني أو الثالث في عمارة تحت الإنشاء في مكة تبع الشركة التي يعمل فيها، ولا أريد أن أذكر اسمها الآن. فسقط سبحان الله من الدور الثالث من على السقالة، سقط على الرمل سبحان الله فنجا. هذا العرض، هذا عرض، إن نجا من هذا نهشه هذا، إن أخطأ هذا نهشه هذا. فقال لأصحابه: انتظروا، أعبر هذا الشارع، آتي لكم ببارد وكذا احتفالا وشكرا على نعمة النجاة. فلما جاء يعبر الشارع، السيارة مسرعة أتت فصدمته فمات رحمه الله. الله أكبر. شفتوا يا إخوان حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المربع هذا هو أجل الإنسان يحيط به، وهذا الخطوط الصغار أعراض تمر به، والخط الطويل الأمل، أمل الإنسان طويل جدا جدا، أمل الإنسان طويل جدا جدا. سبحان الله، فما إن نجا من هذا الموت، لا إلا أنه أيها الكرام الفضلاء يأتيه الموت من هذه الجهة الأخرى ويلقى ربه عز وجل، لأنه قد كتب له أنه ينجو من هذا العرض، أن يسقط من السجالة، لكنه يموت بالعرض الآخر. وسبحان الله العظيم، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحدا. وأختم هذا الحديث بحديث جميل جدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليوضح لنا قصر الأمل في هذه الحياة، الإنسان ما يتأمل فيها شيئا كبيرا. قال: اغتنم خمسا قبل خمسة: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخي الحبيب، فالآن انت في فترة الشباب، لا تقول غدا أتصدق لما أكبر، لا، تصدق الآن. لا، وانت الآن فترة الصحة، لا تقول غدا أننا آتي بالعمرة، أو أن غدا أقوم الليل، لا، قم الليل من الآن، ما تدري ما الذي يعرض لك غدا. وأنت الآن غني، لا تقول: يا أخي بعدين إن شاء الله حنا يعني نبني مسجد ونحفر بئرا، لا، الآن لا تدري غدا تفتقر. وفراغك الآن، فراغك يا شباب الواتس وشباب سناب شات وشباب الفيسبوك وتويتر، مضيعين وقتكم، اغتنم هذا الفراغ، اجعل لك ختمة في الأسبوع، اجعل لك ختمة في 10 أيام، اجعل لك ختمة في 15 يوما.
يجعل لك صيام اثنين وخميس، يجعل لك صيام الأيام البيض، يجعل لك أعمالا تجدها عند ربك عز وجل وأنت في فترة الفراغ الآن، لا تضيع وقتك فيما لا ينفع وحياتك قبل موتك. الصبي يموت والكبير يموت والصغير يموت، وإذا أتيت إلى القبور وتسألها أيها الكريم الفاضل عن مثل هذه الأجداث التي هي فيها، تخبرك خبرا عظيما عما هو موجود فيها. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، الإنسان ينتبه جدا لمثل هذه الأمور ولا يأخذه طول الأمل فيسوف التوبة ويسوف الخير ويسوف البر ويسوف البركة التي تمر في حياته، ولا يدري ما يمر به من هذه الأعراض ومن هذه الأنواع ومن هذه الأمور. ولذلك أنا أقول لكم، وما أجمل سبحان الله إن الإنسان فعلا يغتنم هذه الأوقات. ولذلك يا من تعلق قلبه بالدنيا الفانية وظن أنها هي دار الخلد وهي جنته الباقية، هل نسيت الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر؟ إن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بناطها فهو المسك الأزفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها من شجر إلا وساقها من ذهب وفضة لا من حطب ولا خشب، إن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، إن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن إن لم يتغير طعمه لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 عاما، وإن سألت عن خيامها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة، إن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن وجه أهلها فعلى صورة القمر، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللآلئ جرى في أعضائهن ماء الشباب، الورد والتفاح ما لبسته الخدود، الرمان ما تضمنته النهود، واللؤلؤ ما حوته الثغور، والرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور، إن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق، فاستمع يوم ينادي المنادي أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزيارة مبادرين ولم يروني. يقول الله تعالى أهل الجنة أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فهذا يوم المزيد يجتمعون على كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا، فيقول سبحانه يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، ويكشف لهم سبحانه الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا من نوره وجلاله. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ظهيرة يوم الخميس، يوم ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام لتسع بقين من رجب الأصم الفرد الحرام لعام 40 و400 من هجرة عدنان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.